الإعدامات الممنهجة التي تنفذها الحكومة في العراق ضد سجناء المحكوم عليهم بالإعدام تجري استناداً إلى اعترافات ملوثة بالتعذيب. هذا ما أكده خبراء أمميون في مجال حقوق الإنسان وفق تقرير للمفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. وبحسب الخبراء فإن عمليات الإعدام تتم بموجب قانون غامض لمكافحة الإرهاب ترقى إلى مستوى الحرمان التعسفي من الحياة بل وإلى مستوى جريمة ضد الإنسانية. الخبراء بيّنوا أن العدد الكبير من عمليات الإعدام التي تم الإبلاغ عنها علناً منذ عام 2016 والتي بلغ مجموعها نحو 400 والالتزام السياسي الصريح بمواصلة تنفيذها يتجاهل المخالفات المبلغ عنها في إدارة العدالة وحالات الإخفاء القسري والاعترافات المنتزعة تحت التعذيب والتي أدت إلى هذه الأحكام غير العادلة. ولفت التقرير إلى أن هناك مسؤولية جنائية لأي مسؤول متورط في مثل هذه الأفعال سواء بشكل مباشر أو عن طريق الموافقة، وتابع أن معظم الجرائم المفصلة في مواد ضمن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2005 والتي يحكم على أساسها الأشخاص بالإعدام لا ترقى إلى مستوى الجرائم الأشد خطورة، ما يجعل عمليات الإعدام هذه تعسفية بطبيعتها. كذلك يتعرض السجناء المحكوم عليهم بالإعدام للتعذيب ويعانون من أشكال أخرى من سوء المعاملة كما يجري في سجن الناصرية سيء السمعة، بما في ذلك عدم الحصول على الغذاء الكافي ومياه الشرب النظيفة، ناهيك عن حرمانهم من الرعاية الطبية للأمراض الخطيرة والمعدية، ما يؤدي إلى الوفاة المبكرة أثناء الاحتجاز. ورغم مطالبة الخبراء حكومة السودان وقفاً فورياً لجميع عمليات الإعدام وضمان إعادة محاكمة السجناء بشكل عادل ونزيه، إلا أن رئيس الحكومة الحالية محمد السوداني وبدلاً من التحقيق في جملة الانتهاكات الأممية دعا لتشكيل لجنة تتولى إعداد رد رسمي على ما جاء في تقرير المفوض السامي بزعم أن حقوق الإنسان في العراق مصانة.